بدأت حياتي المهنية طبيباً جراحاً منذ 30 عاماً، ورأيت الكثير من المرضى الذين لم نستطع مساعدتهم، ومن بينهم أبي. كان ذلك هو السبب الرئيسي الذي جعلني أتخذ قرار تغيير مهنتي. بهذه التكنولوجيا الجديدة نستطيع تخليق خلايا جذعية مستحثة من المرضى، نستطيع تخليق خلايا قلب نابض من الخلايا الجذعية المستحثة، فبدلاً من عملية نقل العضو نستطيع زرع خلايا قلب نابض في المريض. يا له من شيء رائع. إن التعاون مع علماء آخرين أمر مهم جداً، لكن التواصل مع الناس من غير العلماء له أهمية بنفس القدر. وجود منشآت مثل ميرايكان حيوي لدعم هذا النوع من التحفيز. يلعب ميرايكان دور حلقة الوصل لربط أرجاء العالم من أجل مستقبل مستدام. يضم ميرايكان أيضاً 11 مختبراً للأبحاث الفعلية، تجري أبحاثاً متطورة وفق أحدث التقنيات. استضفنا قمة العالم للمراكز والمتاحف العلمية في طوكيو، ولا تقتصر المشاركة في القمة على العلماء فقط، بل المجالات الاجتماعية الأخرى أيضاً. إن المشاكل المحلية تصبح مشاكل دولية، لذلك إذا تعاوننا سوياً لحل المشاكل الكبيرة، بذلك فقط تصبح لدينا فرصة لحل المشاكل للجميع في المستقبل. دأبنا على العمل في مشروع صور السعادة على كوكب الأرض، وهو مشروع يقدم فيه مراهقون مولعون بالعلوم رؤيتهم عن السعادة. باعتبارنا دولة متقدمة في الأبحاث العلمية والتكنولوجيا، فإننا فخورون بالمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في العالم، من أجل عالم أفضل ومن أجل التنمية البشرية المستدامة.